نعم إبراهيم، صباح الخير، وصباح الخير لشهد، صباح الخير لكل مشاهدينا متابعينا ومتابعين برنامج يوم جديد. بنصب عليكم مرة أخرى من محافظة العاصمة عمان. طبعا مشاهدينا، ضمن الجهود الحكومية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وضعت وزارة المياه والري خطة متكاملة للتعامل مع الأزمة، تضمنت حزمة من الإجراءات الوقائية من أهمها حماية مصادر المياه، وأيضا العمل على إعادة الاستفادة من مصادر المياه الصرف الصحي وتعقيم وتطهير جميع مرافق الصحية في مناطق الحجر المعتمدة. وأيضا قامت الوزارة بتجهيز غرفة عمليات تضم مجموعة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والمتخصصة، والتي تعمل على مدار 24 ساعة بكل جهد وكفاءة عالية للتعامل مع هذه الأزمة. طبعا مشاهدينا، حتى نتعرف أكثر على هذه الإجراءات اللي قامت فيها الوزارة، راح يكون معنا الآن معالي المهندس رائد أبو السعود، وهو وزير المياه والري. نقول لك معاليك يعطيك ألف عافية وصباحك سعيد. الله يعافيك يا سيدي، والله ما تركت لي شيء أحكي، ما شاء الله عليك. الله يطول عمرك سيدي، يعني واجبنا، يعني احنا جهود وطنيه كبيره، وخصوصا من وزاره المياه والري، هي من الوزارات الهامه، ويعني دوركم كبير وفعال، وعليكم ضغط كبير كمان. يعني قبل ما نطلع على الهواء كنا نحكي شوي عن الصعوبات اللي واجهتوها من خلال ادارتكم لهذه الازمه. سيدي، حابين نحكي عن اكثر الاجراءات، يعني اهم الاجراءات اللي قمتوا فيها واللي تعاملتوا من خلالها، وعن الاستعدادات اللي قامت فيها الوزاره لاداره هذه الازمه. أشكرك سيدي. بتعرف هاي تجربة جديدة، تجربة جديدة على العالم كله، يعني زي نتعلم من امبارح، في شيء سابقة قبل هيك نتعامل فيها. فاحنا بوزارة المياه، أول شيء بدي أقول لك المياه غير حاملة أو غير ناقلة للكورونا فيروس، لأنه فيها ترسبات من الكلور، والكلور هو قاتل فعال للكورونا. فاحنا من ناحية سلامة المي، مية سلطة المياه سليمة 100%، بيقدر المواطن يستعملها ويشرب منها بكل أريحية. ثاني شيء، بهذه الظروف بالذات احنا عاملين، كنا خطة ومبارح طورناها، لأنه راح تمتد الوضع الحجر الصحي والمشاكل تبعت الكورونا فيروس. هلا احنا الاستهلاك في قطاع المياه زاد حوالي 40%، وهذا حط ضغط كثير كبير على مصادر المياه. احنا مصادر المياه الحمد لله تقريبا 60-70% اوتوميتد مأتمتة، وما عندناش مشكلة من دايرها من السنترال، من عندنا من الكنترول سنتر بالوزارة. الشكاوي بالفترة هذه بوقت الكورونا بصراحة نزلت كثير الشكاوي، عم تجينا شكاوي، بس شكاوي مختلفة، مش انه بيشكوا قطع المي او لا سمح الله مش وصلته المي. الكل بده يطمئن على دوره بالمي، انه هل راح يصل بالوقت المناسب، راح يصل باليوم الموعدين فيه ولا لا. فنوعية الشكاوي كمان اختلفت بالفترة الكورونا، بس بأكد لك الحمد لله بالكنترول سنتر أو مركز الأزمات بالمستوى الشكاوي نزل للمينيموم وأقل شوي. طبعا إحنا هلأ أهم في الموضوع هي موضوع الصرف الصحي والمرافق، لأنه هذه مناطق موبوءة بالكورونا فيروس. حسب آخر تقرير طلعوا تقريبا 10 أيام بهولندا وألمانيا. طبعا المرافق هذه احنا رأسا تعاملنا مع وزارة الصحة ومع الإخوان في القوات المسلحة، وعلى طول أخذنا إجراءات. أول شيء محطات الصرف الصحي صرنا نتعامل معها في الكلور والمي ونعقم. ثاني شيء مراكز الإقامة، خاصة محل المستشفيات اللي فيها مرضى الكورونا اللي حاملين الكورونا، أعطيناهم حبوب من الكلور يحطوها بالتانكس بالمي، حتى لما يسحب المي تنزل الكلور رأسا تقضي على الكورونا بأرضها، يعني قبل ما تنزل بالسيستم. فهذه احنا كنا من أوائل الدول العربية وأظن بالعالم حتى اللي استعملها بالطريقة هاي تكون إفيشنت. بعدين المناطق والأوتيلات اللي بيسحبوا بالصهاريج، اتفقنا مع وزارة الداخلية على محل معين يرموا فيه هذا الصهريج، يرمي فيه المي وهناك بتتم المعالجة، بحيث أنه قطاع المياه يكون سيطر على مياه الشرب بالأول، تكون سليمة وواصلة للمواطن 100% بأمان. نفس الشيء المياه الخارجية والصرف الصحي والمرافق برضو تكون آمنة من الفيروس كورونا. جميل، معليك يعني نحكي دائما عن مصادر المياه، هل هي بأمان؟ يعني هل هناك من خلال هذه الأزمة كان في بعض المشاكل في مصادر المياه في حد ما وصلوا؟ أكيد يعني أنت قلت لي خلال مقابلتك الآن أنه ما في مشاكل، ولكن المصدر الرئيسي كانت كل الأمور بأمان وعلى إشراف تام، يعني من خلال غرفة العمليات أنا شايف أنه الكل مراقب جميع المصادر المياه في المملكة. والله بصراحة سيدي صار في ضغط كبير على مصادر المياه،
يعني المضخات الغاطسة أو مخطات أو المضخات المحطات عليها ضغط هائل نتيجة للازدياد في استهلاك المياه. طبعا لما تقول أنه زاد عليها ضغط كمية الصيانة بدها ترتفع، الشباب ما بيقصروا 24 ساعة قاعدين عند المضخات حتى يكونوا مطمنين 100% أنه فيش توقيف بالمضخات وفي محطات الضخ إطلاقا. طبعا هذه نتيجة ازدياد الضغط وهذا طبيعي، بس الحمد لله نشامى قطاع المياه واقفين معها ولحد الآن الحمد لله احنا مبيضين الوجه. نعم، احنا كل بداية صيف او بفصل الصيف بكون شهر أزمة على المياه وضغط على المياه، ويعني حابين نحكي يعني استعداداتكم لاستقبال فصل الصيف وايضا انه مخزوننا آمن بالنسبة للمياه. والله يا سيدي هلا رمضان والصيف مع كورونا طبعا استهلاك المياه زاد وراح يزيد، واحنا مستعدين وحطينا زي ما قلت لك في البداية، احنا حطينا من امبارح طورنا خطة الكورونا اللي بتضمنها شهر رمضان المبارك وبالإضافة للصيف، بحيث انه المواطن الأردني عارفين انه راح يضل قاعد في البيت بس اكيد ما راح يشكي من المي. اكيد. طيب سيدي نرجع على غرفة العمليات احنا موجودين فيها، حابين تعرفنا عليها اكثر، يعني انتم عدتوها هي غرفة تحكم يعني على مدار السنة شغالة، ولكن اصبح هناك غرفة عمليات وكوادر بشرية بتعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة جميع مصادر المياه وايضا إدارة عملكم وخططكم الدائمة من خلال هذه الأزمة. سيدي هاي غرفة العمليات بتوصل لحوالي 500 موقع لمواقع المياه، من سدود لمصادر مياه لخزانات مياه، وبتعطيك داتا رأسا مباشرة، يعني رأسا أي مفتاح أي مضخة بصير فيها خراب مش ضروري يروح الميكانيكي يشوفها ويعرف بعدين لما ينزل الضغط، رأسا بيعرف من غرفة العمليات إنه في مشاكل في المضخة، في صار مثلا سرقة مياه على خط رئيسي رأسا بتبين عنده هون بنزل الضغط في الخط، فهذه بتعطينا مباشرة شو عماله بصير في خطوط المياه الرئيسية في المملكة كلها بالإضافة إلى الخزانات في المملكة كلها والسدود. طبعا هاي الغرفة العمليات متصلة مباشرة مع مركز الأزمات في خاصة بالوضع هذا، احنا اتصال مباشر معهم لانه عندهم بيجي شكاوي وعندنا بيجي مشاكل شكاوي، فاحنا عمالنا بنتعاون معهم بهذا الموضوع. طبعا هاي غرفة العمليات انا باكد لك يعني قليل فيها من الدول العربية بيملكوا هذه الماكينات وهذه التقنية، لانه هذا بث مباشر لكل المواقع حوالي 500 موقع، وهلا احنا في طور توسيعها حتى نغطي المملكه كامله، هلا احنا بنحكي على 70% راح نكملها ان شاء الله مع نهايه السنه ل 100%، بتصير كل الاداره وتشغيل المحطات بتصير من الكنترول سنتر. ما شاء الله عليك والله يعطيكم الف عافيه. معاليك اخر شيء بدنا منك رساله صباحيه من معاليك لكل المواطنين اللي قاعدين ببيوتهم وقاعدين بيحضرونا الان. والله يا سيدي اهم شيء يضلوا قاعدين في البيوت، لانه واضح من تجارب العالم اللي صارت في البلدان انه التزام القاعده في البيت اللي اعطت النتيجه، واكبر مثال هي يوهان لما التزموا طلع من عندهم المرض وعاشوا كويس وما شفتش عندهم مشاكل، وزي ما بقول معالي وزير الصحه اقعدوا في الدار عشان كنا نشفى. صحيح القاعده بالدار عم تستهلك مي عاليه، بس يا سيدي استهلكوا واقعدوا. نعم، كل الشكر لك معاليك والله يعطيك الف عافيه، جهود جباره من خلالك وادارتك طبعا وطواقمك اللي بتشتغل على مدار 24 ساعه، كل الشكر لك وصباحك سعيد. اشكرك يا سيدي. طبعا مشاهدينا زي ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشره من غرفه العمليات والطوارئ اللي اعدتها وزاره المياه والري للتعامل مع ازمه كورونا من خلال هالنشامى اللي بيشتغلوا على مدار 24 ساعه وفي جميع الحالات للتعامل مع هذه الازمه، مراقبه جميع مصادر المياه في المملكة، تعامل مع عديد من الشكاوى بحرفية وتقنية عالية، ويعني مثل ما حكى كمان معالي الوزير يعني هذه الأدوات والمعدات الحديثة والمتطورة غير موجودة في بعض الدول العربية. بنحب نوجه لهم تحية صباحية، حبينا نورجيكم قديش في يعني جهد وتعب الكل بيشتغل من أجل يكون في جهد وطني مشترك للتعامل مع هذه الأزمة، وإن شاء الله تتعدى على خير، ونرجع لاستديوهات برنامج يوم جديد لمتابعة ما تبقى من فقرات، وصباحكم سعيد مرة أخرى. شكرا لك زميلنا أحمد أبو حماد، وشكرا لوزارة المياه والري على هذه الجهود، يعطيهم ألف عافية.